ريمونتادا تاريخيه، الاهلي ينجح في الفوز على ام بي 2-1 ويقتنص الثلاث نقاط عن جداره واستحقاق. كابتن علاء الف مبروك. الله يبارك فيك يا ايمن. مباراه متعبه جدا للاعصاب، مش ممكن. لكن في الاخر لازم نتكلم كلمه حق، ان المكسب راح يستحقه، راح اللي بيسعى ليه يعني. مزبوط. بغض النظر بقى الجول جه امتى ما جاش امتى، لكن انت الاحسن في كل على طول. انت هتزعل لو الماتش حتى انتهى تعادل. بالظبط يعني، انت قاعد بتتفرج على مباراه مستني تجيب هدف في اي وقت، تاخرت هدف وتطورات كتير قوي في المباراه. لكن اللي عجبني تصميم لعيبه النادي الاهلي، صح، على ان هو لسه حتى لو بقى الهدف جه الدقيقه 75 لا لازم العب على اخر ثانيه، وده دي ميزه لعيبه النادي الاهلي. انت بتلعب لحد ما حكم يصفر، لكن معلش عشان الهلال هيرجع للمباراه. لكن معلش، ما عشان يعني مع احترامي الكامل لفريق ام بي مش الاقدر عشان يفوز يعني. دايما مش الاحسن بيفوز، بس مش بالمنظر ده، مش بالمنظر. انت شرحت الشوط الثاني بفاول يعني، حتى مش هجمه او هجمه منظمه، لا هي فاول جت في الجول بس. ده كل اللي اتعمل الشوط الثاني بالنسبه لام بي. الشوط الاول ما راحش تقريبا غير في اول ثانيه كده يعني. المباراه كلها مع النادي الاهلي في اخطاء، في تسرع، في حاجات كتير قوي، كور طوليه ملهاش داعي خالص. لكن انت الاقرب، انت مسيطر على المباراه، انت اللي عندك الحافز الاكتر، النزعه عندك كبيره قوي. النهارده من اول الثانيه لا واضح ان في حاجه غريبه، في حاجه مختلفه النهارده. صحيح. انك بتدور على ثلاث نقاط، بتدور انك تكسب، بتدور تطلع من نغمه التعادل والهزيمه اللي حصلت في الدوري العام. كان لازم المكسب النهارده، كان مهم النهارده انك صحيح. تكسب، والحمد لله. مكسب متعب جدا، لكن الحمد لله ثلاث نقاط يعني كنت لله. محتاجهم. صح. بس كنت محتاج انك تفوز اكتر من ثلاث نقاط، اكتر من كل الكلام ده. لكن يعني ببارك لكل لعيبه النادي الاهلي النهارده، يعني مباراه يعني فازوا بيها عن جداره واستحقاق فعلا. والمكسب بالصعوبه دي حلو في الاخر، اكيد طبعا حلو جدا. كمان لو سالت لعيبه النادي الاهلي النهارده يقول لك مكسب مش طبيعي. طبعا المكسب، خصوصا مثلا ما نيجي نتكلم على علي معلول. علي معلول تحس ان هو يعني صحيح. ممكن قلب وقف النهارده من هدفين، فاهم، وجايب ثلاث نقاط. اعتقد النهارده اللعبه كلها الحمد لله مفيش حد بخل بحاجه فعلا.